يعني حالة سوء تمثيل غذائي، حالة سوء تمثيل غذائي، تآكل دهون الحمامات، والأوضة زي ما أنت شايف ولا تكييف ولا جو، درجة الحرارة وإحنا قاعدين كده في قلب الأوضة داخل الغرفة بتعملها 40 درجة، فالعيل قاعد في فرن وهو بيسخن نفسه. وادي منظر الأوضة، وصور شوف الملاية، تبص الملاية كده الدم اللي عليها، بص كده هناك، صور آخر ملاية، بص هناك كده، خش على الملاية كده.